أحبائي الطلبة، أهلا بكم في دبلومة المحاسبة المالية مادة مشكلات محاسبية معاصرة. أنا دكتور صبري صموئيل فهمي، معكم نيابة عن دكتور أحمد عامر مع بعض في موضوع خاص بالقياس والإفصاح المحاسبي عن الأصول المالية المحولة في شركات التوريد. إحنا اشتغلنا مع بعض قبل كده في موضوع التمويل العقاري، والحقيقة شركات التوريد جزء متعلق بنفس الموضوع. اتفقنا إنه في شركة التوريد هي الطرف الثاني في عملية توريد الديون. في الأول هنفهم مع بعض يعني إيه عملية توريد الدين، أو هنراجع مع بعض الكلام اللي قلناه قبل كده، وهي طبيعة وغرض شركات توريد الديون. أول جزئية بنقول فيها إنه يقصد بتوريق الديون أن يجعل الدين المؤجل في ذمة الغير صكوكا قابلة للتداول في سوق سنوية، ويتم إجراء عمليات تداوي عليه، ويترتب على توريق الدين أن يحوله مصدر الدين إلى نقدية سائلة. معنى الكلام ده إن أنا قلت إن أنا عندي شركة تمويل عقاري، يبقى عندها مجموعة ديون. الشركة دي بتجعل الدين ده في ذمة الغير، والغير هنا هو شركة التوريد. شركة التوريد بتصدر مقابل كده صكوك قابلة للتداول، اللي هي احنا قلنا عليها هتبقى اسمها سندات، وهذه السندات يتم التداول عليها في سوق الأوراق المالية. يعني هنا شركة التمويل العقاري حولت الدين بتاعها، وهي هنا مصدر الدين، حولت الدين بتاعها إلى نقدية إيه؟ سائلة. عملية التوريد هتتمثل هنا زي ما اتفقنا في إن أنا ببيع أو بحول أو برهن بعض الأصول اللي بتولد عنها تدفقات نقدية لشركات ذات غرض للتوريد. هنا بتقوم الجهة المحول إليها اللي هي هنا شركة التوريد بإصدار أوراق مالية سندات للمستثمرين. وهنا عشان كده قلنا إنه عملية توريق الدين ساعات يطلق عليها لفظ تسنيد الديون، وكلمة تسنيد جاية من كلمة سندات، يعني إنه أنا كشركة توريق بأصدر سندات باخد حصيلتها وبحول قيمة الأصول المالية المحولة دي إلى شركة التمويل العقاري. لما هنعمل عملية توريق الدين ده هيترتب على كده إيه؟ أول حاجة هنشوف إنه تم تحويل ديون مصرفية وغير مصرفية متعلقة بالنشاط الخاص بالتمويل العقاري إلى سندات، وهذه السندات قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية. طبعا هترتب على كده إنه هيبقى عندي نشاط في سوق رأس المال المصري. تاني حاجة إنه الوحدات المصرفية أو وحدات التمويل العقاري هتحول الحقوق دي وتستخدم حصيلة التحويل دي في منح قروض جديدة، يعني كده القدرة على منح قروض بالنسبة لهم هتزيد، لأن هم هيحصلوا من شركة التوريد قيمة الأموال دي، وبالتالي يقدروا يمنحوا مجموعة قروض جديدة لمجموعة أخرى ويعملوا عملية تمويل جديدة، وده طبعا بيساعد في تنشيط حركة الاقتصاد ككل. ثالث حاجة إنه أنا هنا كشركة تمويل عملت إحلال لتمويل طويل الأجل محل تمويل قصير الأجل. أنا حولت الدين بتاعي لشركة التوريد، وشركة التوريد عملته بدل ما هو دين قصير الأجل إلى دين طويل الأجل عن طريق إنها أصدرت إيه؟ سندات. نتكلم فيها على إنه إيه هي المزايا اللي تعود علينا من عملية توريد الديون. أول هذه المزايا إنه أنا بحول الأصول المالية غير النقدية إلى أصول سائلة في صورة سندات قابلة للتداول، ده طبعاً بيقلل لي مخاطر الدين المرتبط بتلك السندات. تاني ميزة هتتحقق هي زيادة الجدارة الائتمانية للمؤسسة المصرفية أو شركة التمويل العقاري، لأنها بتتخلص من قروض غير جيدة وبتحولها لسندات قابلة للتداول، فطبعاً ده بيزود من جدارتها الائتمانية. تالت حاجة إنه هتتحقق نتيجة عملية التوريق زيادة في إيرادات المحيل، والمحيل هنا هي المصرف أو شركة التمويل العقاري. احنا قلنا قبل كده إنه عندنا محيل وفي محال إليه. المحيل هي المصرف أو شركة التمويل العقاري، والمحال إليه هي شركة التوريق. فهنا هتتحقق زيادة في إيرادات المحيل، وده عبارة عن الرسوم اللي قد يحصلها المحيل ده نتيجة الاتفاق الخاص بالتمويل العقاري.
من المزايا التانية كمان تحقيق زيادة في معدل دوران القروض، لأن أنا لما شركة تمويل عقاري تحول القرض بتاعها أو الدين بتاعها إلى شركة التوريد، وشركة التوريد تديها مقابل ده من حصيلة إصدار السندات، ده هيخليها قادرة على إعطاء قروض أخرى، وده بيؤدي إلى زيادة معدل دوران القروض. كمان من ضمن المزايا توسيع قاعدة المتعاملين في بورصة الأوراق المالية المصرية، وتنشيط سوق رأس المال المصري، لأن أنا كشركة توريد بأصدر أوراق مالية في شكل سندات، فده بيعمل على توسيع قاعدة المتعاملين في بورصة الأوراق المالية. من ضمن كمان المزايا استخدام حصيلة تحويل الديون في تقديم قروض جديدة، بمعنى إنه أنا كشركة توريد لما أصدر سندات حصلت قيمة السندات دي وديتها أو اديت قيمة الأصول المالية المحولة إلى شركة تمويل عقاري، فكده شركة تمويل عقاري دي هتقدر تدي أو تقدم قروض جديدة، وده هيترتب عليه زيادة معدلات دوران منح القروض، وزيادة معدلات السيولة، وزيادة معدلات الربحية في الجهة المحيلة للأصول المالية المحولة اللي هي أصلا هنا شركة التمويل العقاري. ده كده بالنسبة لمزايا عمليات توريء الدين. عايزين نبدأ بقى نتكلم على إيه هي المحددات الخاصة بعملية تحويل الأصول المالية وتوريق الديون. يعني هل أي دين يمكن عمل إجراء توريق له ولا لأ؟ وما هي المحددات التي يجب مراعاتها عند تحويل الأصول المالية وتوريق الديون؟ أول هذه المحددات وده مهم جدا، إنك تكون الأصول المالية المحولة دي من المحيل اللي هو اتفقنا اسمه التمويل العقاري إلى المحال إليه اللي هو شركة التوريق، أن تكون هذه الأصول أصولا مؤهلة للتوريق. يعني إيه أصول مؤهلة للتوريق؟ فهنا بنقول الأصول المؤهلة للتوريق هي بتكون قروض مصرفية جيدة منتظمة السداد. تاني نقدر نقول كده إنها إيه؟ إنها قروض مصرفية جيدة منتظمة السداد، أو قروض عقارية مرهونة في شكل تمويل عقاري، وبالتالي مش من المتوقع حدوث مشكلات متعلقة بالتعثر المالي. مهم جدا ان احنا نعرف انه انا محتاج يكون الاموال المحولة ديت اللي انا هعمل لها عملية توريق تكون ديون او قروض مصرفية جيدة منتظمة السداد، او في رهن، بمعنى ان انا هنا ضامن ان انا احصل فلوسي، فبالتالي مفيش اي توقعات بحدوث مشكلات متعلقة بالتعثر المالي، وده طبعا بيكون خلال برنامج التوريق ككل. طيب كمان من ضمن الشروط المهمة هنا انه يكون في توافق زمني. توافق زمني يعني ايه توافق زمني؟ يعني بقول هنا انه عملية التحصيل بتاع قيمة الأصول المالية المحولة وفوائدها تكون متوافقة زمنيا مع توقيتات دفع أو سداد دفعات السندات المورقة وفوائدها. يعني الوقت اللي أنا بحصل فيه دفعات السندات دي وبدفع فوائدها تكون متوافقة مع عملية تحصيل قيمة الأصول، عشان ما يحصلش دروب عند شركات التوريد في عملية السيولة. آخر حاجة من المحددات إنه قال لي إن القيمة بتاعتي اللي أنا خاصة بالأصول المالية المحولة، القيمة الحالية ديت تكون أكبر من القيمة الإسمية للأوراق المالية اللي أنا هعمل لها عملية إيه أو اللي أنا هصدرها من شركة التوريد. يعني الأصول المالية المحولة دي لما نحسب لها قيمتها الحالية تكون أكبر من قيمة الإسمية للسندات اللي أنا هصدرها. طب أنا هحسب القيمة الحالية للأصول المالية المحولة إزاي؟ قال لي هنستخدم هنا سعر الفايدة الفعال. سعر الفايدة الفعال اللي هو خاص بإصدار بالفوائد السائدة بالبنك المركزي. جميل، ده بالنسبة للمحددات. تعالوا بقى نخش على أهم جزئية في القصة هنا، هي إزاي هنعمل قياس وإفصاح محاسبي لعملية توريق في شركات توريق الديون. بمعنى إيه هو الأسلوب المحاسبي المقترح لهذه العملية؟ هنعرف الأسلوب ده إن إحنا إزاي هنسجل في الدفاتر دوت، إزاي هنظهره في القائمة المالية، وإزاي هنعمل عنه إفصاح. هنمشي على بعض خطوة خطوة في عملية الأسلوب دوت. أول خطوة عندي
تشمل عملية إثبات استلام مستندات الأصول المالية المحولة اللي هي جاية لي من شركة تمويل عقاري وهتستلمها شركة الإيه؟ التوريد. هذه المستندات الخاصة بالأصول المالية المحولة بتقوم شركة التوريد بدورها بتسليم المستندات دي لأمين الحفظ. هنا أمين الحفظ ده دوره هو أمين الحفظ ده هنا دوره إنه هو بياخد المستندات دي وبيدير عملية التوريد، وممكن أمين الحفظ بس يكون مصرف أو يكون بنك يعني. طيب بعد كده بيجعل حساب أمين الحفظ ده مدين، بنسميه حساب أمين الحفظ أصول مالية محولة مدين بما يعادل القيمة الإجمالية الإسمية لتلك الأصول، مقابل إن حساب قرض السندات يبقى داين. يبقى عندي حساب أمين الحفظ أصول مالية محولة مدين، وحساب قرض السندات داين بيبقى بكام؟ داين بمقدار القيمة الإسمية للسندات المصدرة مقابل محفظة التوريد. طيب هل الاثنين قد بعض؟ طبعا لا، لأن احنا اتفقنا إنه أنا عندي قيمة الأصول المالية المحولة بتبقى أكبر من قرض السندات، فأنا عندي طرف الداين بيبقى قرض السندات داين بقيمة القيمة الإسمية للسندات دي، وفي فرق هنا هيكون خاص بحساب عوائد غير محققة. يعني لو افترضت مثلا إن عندي قيمة المستندات أو الأصول المالية المحولة 4 مليون، القيمة الإسمية للسندات المصدرة 3 مليون، يبقى عندي عوائد غير محققة قدرها مليون. ده على سبيل يعني الإيضاح، فيبقى عندي حساب عوائد غير محققة هنا خاصة بمحفظة التوريد داين بالفرق بين القيمة الإجمالية أصول مالية محولة والقيمة الإسمية للسندات المصدرة مقابل محفظة التوريد. النقطة الثانية، أو بعد ما أثبت استلام المستندات هبدأ أثبت تحصيل الحقوق المالية، بمعنى إنه أنا في تاريخ استحقاق الأصول المالية ديت هبدأ أحصل الدين. أنا هنا في شركة توريد، الديون دي كانت مستحقة لشركة تمويل عقاري وهي حولتها لي، فالمدين بدل ما بيدفع المبلغ ده لشركة تمويل عقاري هيدفعه لشركة الإيه؟ التوريد. فأنا هثبت ده كشركة توريد، فهخلي عندي حساب حصيلة التوريد مدين بمقدار المحصل ده، مقابل إن أمين الحفظ اللي هو هيقوم عندي هنا بعملية التحصيل ده هيبقى داين بذات القيمة. يبقى أنا في أول خطوة عشان نمشي مع بعض كده ما نتلخبطش، خليني بس امسح الكلام ده كده عشان ما اضايقكمش. يعني ماشي اوكي، انه اول خطوه زي ما اتفقنا ان انا هبتدي اخلي امين الحفظ مدين بقيمه المبلغ بتاع اصول ماليه محوله وحساب قرض السندات الداين، والفرق بينهم هيبقى هو اسمه عوائد غير محققة. لو مشيت بمثال رقمي كده، وعندكم في الكتاب بتاع دكتور أحمد عامر مثال رقمي هتلاقوه موجود في صفحة، أقول لكم كام بالظبط، هتلاقوا المثال الرقمي الخاص بالتوريق موجود بدءا من صفحة 123. طب همشي معاكم بأرقام كده واحدة واحدة. هنقول إيه؟ لو أنا أصدرت سندات قيمتها 4 مليون جنيه والأصول المالية المحولة كانت قيمتها 4.8، يبقى أنا عندي هنا هقول إنه حساب الأصول المالية المحولة ده حساب أمين الحفظ ده مدين ب 4.8، وحساب قرض السندات داين ب 4 مليون. الفرق اللي هم 800,000 اللي هم هيكونوا موجودين في حساب عوائد غير محققة عن محفظة التوريد. وبعد كده في الخطوة الثانية هنبدأ نعمل عملية التحصيل. فلما هنيجي نحصل هقول إنه التحصيل بتاعي، لو افترضت إن أنا حصلت مبلغ خلال السنة دي 2.5 مليون مثلا، فأنا هقول محصل 2.5 مليون في أول سنة يبقى من حساب حصيلة التوريد هيكون مدين ب2.5 مليون، إلى حساب أمين الحفظ داين ب2.5 مليون. ثم هنثبت استحقاق قسط استهلاك السندات في تاريخ استحقاق بتاعه، فهنخلي حساب قرض سندات مدين بمقدار قسط استهلاك مقابل ان هخلي حساب حمل سندات داين بنفس القيمة.
يعني هنا مثلا لو أنا قلت إن أنا سددت جزء من السندات قدره 2 مليون، أنا قلت مصدر 4 مليون، فلما هدفع 2 مليون هقول من حساب قرض السندات ب 2 مليون لحساب حمل السندات هيبقى داين ب 2 مليون. الخطوة الرابعة هنبدأ نسدد القسط ده، أنا قلت من حساب قرض سندات لحمل سندات، فلما أدفع لهم فلوسهم بقى يبقى حمل سندات هيبقى مدين، وحساب حصيلة التوريد ده يبقى أنا بدفع من حصيلة التوريد. تمام، يبقى حصيلة التوريد دي بتاعتي اللي أنا كنت حصلت منها 2.5 مليون في أول سنة، لو تفتكروا الأرقام، يعني حاولوا تكتبوا معايا الأرقام كده، ال 2.5 مليون اللي أنا حصلتها أول سنة دفعت منها 2 مليون جنيه سندات. ده في السنة الإيه؟ الأولى. وبعدين هنثبت بقى استحقاق فوائد السندات بتاعتي في آخر السنة، إن أنا هثبت إن الفوائد دي هتبقى مدينة بالنسبة للشركة التوريد، هي مصروف مدين، وده طبعا بقيمة الكوبون أو قيمة فوائد السندات، وتتسجل لحساب حمل السندات هيبقى داين بذات القيمة. بعد كده هنثبت إن الفوائد دي هتتسدد لحمل السندات، يبقى من حساب حمل السندات مدين لحساب حصيلة التوريد داين، ملاحظين دايما إن أنا بدفع من حصيلة التوريد، سواء دفعت قسط استهلاك السندات أو دفعت فوائد السندات، الاتنين كان حصيلة التوريد عندي للطرف الداين. يبقى حتى الآن كده أنا أثبت أربع حاجات ورا بعض، أثبت سداد بالسندات، قلت من قرض لحمل سندات، أثبت استهلاك سداد الاستهلاك ده، السداد ده أنا سددتها قلت من حمل سندات لحساب حصيلة التوريد، وأثبت الفوائد من فوائد السندات لحمل سندات، ثم أثبت سداد الفوائد من حمل سندات إلى حصيلة الإيه؟ التوريد. دول كده حتى الآن 6 خطوات. الخطوة اللي بعد كده إنه أنا هثبت بقى مصروفات المتعلقة بعملية التوريد، سواء مصروفات أو عمولات. طبعًا دي بالنسبة لي كشركة توريد مصروف مدين، يبقى حساب مصروفات وعمولات التوريد هيبقى مدين بمقدار تلك المصروفات، وبرضه بندفعها من حساب حصيلة الإيه؟ التوريد اللي هو بيكون عندي هنا داين. فمثلًا لو أنا قلت إن أنا عندي مصروفات دي بلغت مثلًا 42,000 زي ما هو في الكتاب عندكم في المثال موجود، هقول من حساب عمولات ومصروفات عملية التوريد ب 42,000 إلى حساب حصيلة التوريد ب 42,000. بعد كده هنضيف لو في إيراد استثمار فوائد الحصيلة، لأنه شركة التوريد الحقيقة بتبقى محصلة مبلغ أكبر من اللي بتسدده السندات زي ما اتفقنا، أنا حصلت 2.5 مليون من الديون المحولة أو الرسومية المحولة، دفعت سندات ودفعت فوائد سندات بمبلغ اقل من 2.5 مليون، فعندي في حاجه اسمها فوائد حصيله نقديه، لان حساب حصيله التوريد هنا هيبقى له رصيد اللي محصل اكتر من المسدد. الفائض ده اسمه فائض حصيله، هبدا انا استثمره، فبثبت الايرادات اللي بتتحقق من هذا الاستثمار بان انا بخلي حساب ايراد استثمار فوائد حصيله نقديه يبقى داين، وطبعا ده هيزود لي بالنسبه لي مبلغ الحصيله في حساب حصيلة التوريد هيبقى مدين، يعني هيبقى عندي حصيلة التوريد مدين، وحساب عوائد استثمار فوائد الحصيلة هيبقى داين بذات القيمة. بعد كده في آخر السنة بقى بنبدأ نشوف إيه؟ العائد المحقق. إحنا كنا في أول قيد خالص أو أول عملية خالص قلنا إن أنا عندي عائد غير محقق، اللي هو الفرق بين القيمة الإسمية للأصول المحولة وقيمة قرض السندات. وكان عندي في المثال هنا قلت إن قيمة الأصول المحولة 4,800,000، إنما أنا قرض السندات عملته ب 4 مليون بس، فأنا عندي عائد غير محقق 8 مليون 800,000 آسف. ال 800,000 دي اللي هو الفرق بين المحصل من الأصول المالية أو قيمة الأصول المالية وقيمة قرض السندات سميناها إحنا عائد غير محقق. في نهاية السنة الأولى أنا دلوقتي بقول إن أنا حصلت جزء اللي هو أنا قلت عليه هنا 2.5 مليون وسددت سندات ب 2 مليون، الفرق بينهم هيصبح بالنسبة لي عائد محقق، يبقى أنا بشيله من العوائد غير المحققة وسجله كعائد إيه؟ محقق. هذا الفرق بنسجله إزاي؟ قلنا إن أنا هقول هنحول الفرق ده من عائد غير محقق كان داين هيبقى مدين، وهثبته إن هو عائد محقق من محفظة الإيه؟ التوريد في الطرف الإيه؟ الداين. أقدر كده في ضوء الكلام ده أعمل قائمة نتائج أعمال لمحفظة التوريد، أبين فيها إيه الإيرادات والمصروفات اللي اتحققت خلال الفترة اللي أنا اتكلمت عنها ديت. طبعا القائمة دي في الشركة المحال إليها لشركة التوريد
اسمها قائمة نتائج أعمال محفظة التوريد عن الفترة، من طبعا بنحط تاريخ من أول السنة لآخرها. هيبان فيها إيه القائمة ديت؟ هيبان فيها العوائد المحققة من محفظة التوريد اللي هو اتفقنا عليه في آخر قيد خالص، جزء العوائد ده اللي هو الجزء اللي يخص السنة من العوائد. احنا كان عندنا عوائد غير محققة تخص العقد كله أو فترة التوريد كلها، في جزء منها اتحقق السنة دي، فده يعتبر أول جزء عندي في إيراد. زائد عندي إيراد تاني اللي هو قلنا عليه عائد استثمار فوائد الحصيلة، يطلع لي هنا إجمالي إيراداتي. طب إيه مصروفاتي؟ أنا دفعت نوعين من المصروفات، دفعت فوائد زادت ودفعت مصروفات وعمولات عملية الإيه؟ التوريد. الفرق بين الإيرادات والمصروفات هيبقى اسمه صافي فائض. هنا بقى باخد بالنا من حاجة مهمة، إن هذا الصافي اسمه صافي فائض مقيد بعدم توزيع أرباح لمحفظة التوريد. بمعنى إنه أنا هذا الفائض ما أقدرش أوزعه. التوزيع هنا مش هيتم إلا بعد نهاية عقد التوريد بالكامل. يعني بعد نهاية المدد كلها وسداد السندات وسداد كل حاجة، ساعتها أقدر أوزع. لكن أنا لسه هنا في نهاية السنة الأولى، فبسميه صافي فائض مقيد بعدم التوزيع. يبقى مش هقدر أوزع أرباح لمحفظة التوريد إلا زي ما قلنا تاني، إلا لما تنتهي عملية التوريد وتسدد كل السندات ويتم كل حاجة خلاص، ساعتها نقدر نقول إن الربح ده فعلا ربح قابل للتوزيع. لكن أنا لسه في نهاية السنة الأولى، فده بيبقى غير قابل للتوزيع أو مقيد بعدم التوزيع. طب ده بنودي فين؟ قال ده هيرحل في حقوق الإيه؟ الملكية، لأنه أنا هنا هودي حقوق الملكية بتاعتي، فبالتالي هيبقى غير قابل للتوزيع. فالفائض ده هنضيفه لصافي الفائض المقيد بعدم توزيع أرباح أو المجمع اللي موجود عندي من الفترات السابقة. يبقى أنا كان عندي من الفترة السابقة مجمع فائض مقيد بعدم التوزيع، لأن احنا قلنا كل سنة هنعمل كده، فيبقى عندي مجمع كل سنة بيزيد بقيمة هذا الفائض، فأنا بضيف الفائض بتاع السنة دي لهذا المجمع، وبيبان عندي زي ما اتفقنا في حقوق الملكية في شركة التوريد. بيبان ازاي؟ بيبان بالشكل ده. يعني انا عندي هنا كان في مجمع صافي فائض موجود في بداية الفترة، وده عن الفترات السابقة يعني، او ما تم خلال الفترات السابقة، وده الصافي الفائض المقيد بعدم التوزيع اللي حصل في الفترة الحالية، يطلع لي مجمع صافي الفائض المقيد بعدم التوزيع في نهاية السنة الحالية بتاعتي. فده الشكل بتاع المجمع صافي الفائض اللي بيبان عندي في حقوق الملكية. هنلاقي بقى ان احنا محتاجين ان احنا هذا الصافي اللي اتضاف المجمع صافي الفائض ده، ان انا بعد انتهاء اجل السندات وسداد كافة مستحقات 5 سندات وجميع المصروفات والعمولات المستحقة المتوقعة بعمل التوريد، بعد كل دوت اقدر اضيف هذا المجمع اللي هو مجمع صافي الفائض ده اللي كان مقيد بعدم التوزيع، اضيفه لحساب ارباح مرحلة. إن إزاي هخلي حساب مجمع صافي الفائض اللي هو كان في حقوق ملكية كان داين، هخليه مدين، وطبعاً مدين بما معادل الرصيد بتاعه، مقابل إن أخلي حساب أرباح مرحلة بتاعي حساب يبقى دائن بذات القيمة. إن أخلي حساب أرباح مرحلة دائن بذات القيمة. فهنا بقى أقدر أعمل حاجة اسمها قائمة أصول والتزامات محفظة التوريد. القائمة دي اللي هي هتبين لي صافي أصول محفظة التوريد، اللي هي عبارة عن أصولها أصول محفظة التوريد ناقص التزامات محفظة التوريد. هيبان إيه في القائمة ديت؟ هقول كده، دي اسمها قائمة أصول والتزامات محفظة التوريد في آخر السنة يوم 31/12 سنة كذا. هيبان فيها طبعاً رصيد حساب أمين الخبز اللي هي الأصول المالية المحولة، اللي هو يبين الجزء من الأصول المالية التي لم يتم تحصيلها بعد. لأن أمين الخبز خد المبلغ، خد الأصول المالية كلها وبيبدأ يعمل إيه؟ يحصل كل سنة جزء حسب تواريخها، فالرصيد بتاعها كل سنة كل ما بيحصل جزء الرصيد بتاعها بيبدأ يقل. الرصيد اللي فص بدون تحصيل هيبان عندي أصول، اسمه حساب أمين الخبز أصول مالية محولة. وبنفس الكيفية قرض سندات الجزء الغير مسدد هيبان عندي في الالتزامات، فهنطرح قرض سندات. زائد كمان انه انا عندي عوائد غير محققه عن محفظه التوريد، اتفقنا ده الجزء من العوائد اللي لسه ما اتحققش، ونضيف عليه حصيله الايه؟ التوريد. يبقى في حاجتين بتطرحوا كالتزامات وحاجتين بيتضافوا.
رصيد أمانة الحفظ اللي هو خاص بأصول مالية محولة، ورصيد محفظة إحصاء التوريد، دول يعتبروا أصول. قرض السندات وعوائد غير محققة يعتبروا التزامات. الفرق بين ده وده يطلع حاجة اسمها صافي أصول محفظة التوريد. يعني مثلا لو أنا جيت قلت إن أنا عندي القيمة الإجمالية لمحفظة التوريد دلوقتي كانت كان عندي محصل من أصول مالية محولة في الفترة 2.5 مليون، ففاضل هنا 2 مليون 300، لأن احنا قلنا المحفظة كلها 4 مليون 800. قرض السندات كان ب 4 مليون، أنا سددت 2 مليون، فهنا يبقى عندي جزء لسه فاضل ب 2 مليون. العوائد غير المحققة كانت 800 ألف، تحقق منها في أول سنة 500 ألف، يبقى الجزء غير المحقق حتى الآن 300 ألف، زائد رصيد حصلت الايه التوريد، ده يطلع لي صافي اصول محفظه التوريد. انا بتكلم بالارقام الموجوده في المثال اللي في الكتاب. طيب بعد كده رصيد صافي الاصول اللي احنا جبناه في القائمه اللي فاتت على طول اللي هو كان ده، هذا الرصيد بتاع اصول محفظه التوريد بحطه كاصول في قائمه المركز المالي في شركه التوريد. طب السؤال بقى هنا هيكون ايه؟ يا ترى ده اصول طويله الاجل ولا أصول قصيرة الأجل؟ فهنا بنقول إنه إذا كانت صافي الأصول دي سوف يتم تحصيلها بعد فترة أطول من سنة، هنسجلها ضمن الأصول طويلة الأجل. أما إذا كان هذه الأصول سوف يتم تسجيلها خلال السنة التالية، السنة الجاية على طول يعني، فهنا بأظهر صافي الأصول دي ضمن الأصول قصيرة الأجل. يبقى صافي أصول محفظة التوريد قد تظهر في الأصول طويلة الأجل إذا كانت هتتحصل بعد فترة أطول من سنة. أما إذا كان هتتحصل السنة الجاية على طول، فهنقدر هنا نحطها ضمن الأصول قصيرة الأجل. بعد كده هنبدأ ناخد بقى رصيد حصيلة التوريد ده من أمين الحفظ اللي أنا حصلته، وابتدي أسدد كافة المستحقات. إزاي؟ إن أنا هخلي حصلت هنا حساب البنك جاري مدين بمعادل رصيد الحصيلة، وحساب حصيلة التوريد يبقى إيه؟ يبقى دايم بذات القيمة. هنا رصيد الحصيلة بالنسبة لي أصبح ربح محقق قابل للتوزيع في شركة التوريد، وأقدر هنا أوزعه وفقا لأحكام القانون، لأن ده بيتم خلاص في نهاية عملية التوريد، فأصبح الرصيد اللي عندي ده ربح محقق قابل للتوزيع، لأن إحنا قلنا قبل كده قلته يلاحظ أن شركة التوريد لا تستطيع توزيع فائض حصيلة محفظة التوريد إلا بعد انتهاء برنامج التوريد وانتهاء أجل السندات زي ما اتفقنا. طيب كده احنا خلصنا من أو خلصنا الجزء بتاع إزاي بنعمل الإجراءات المحاسبية الخاصة بعملية التوريد أو القياس المحاسبي. الإفصاح بقى يتم إزاي؟ فدكتور أحمد عامر مقترح في كتابه منهج الإفصاح بتاعنا، هتلاقوه في كتاب صفحة 124 وما بعدها. فالحته دي انا يهمني فيها قوي طبعا، ان انت في الايضاحات دي او في الافصاح اللي بتتم فيه حاجه اسمها ايضاحات متممه للقائمه الماليه. تعرف القائمه الماليه دي فيها جزء اسمه ايضاحات، دي مش قائمه ماليه، كان ده جزء لا يتجزا من القائمه الماليه. فانا لازم افصح عن محفظه التوريد بشكل مفصل ضمن الايضاحات المتممه للقائمه الماليه. الافصاح ده هفصح فيه عن ايه؟ فقال لي لازم تفصح مثلا عن تاريخ ابرام عقد حوالة محفظة التوريد، أنت إمتى أبرمته؟ يوم كام؟ هتفصح عن القيمة الإسمية للأصول المالية المحولة اللي كانت عندي في مثلا تقريبا 4 مليون 800. هتفصح عن قرض السندات، إن أنا مثلا عملت أو أصدرت قرض سندات قدره 4 مليون. وبالتالي يبقى أنت عندك عائد غير محقق قدره 800 ألف. يبقى أنت هنا اللي يقرأ إضحاط هيعرف أنت أبرمت العقد إمتى؟ إيه هي قيمة الأصول المالية المحولة؟ إيه قيمة قرض السندات اللي أصدرته مقابل هذه الأصول؟ وايه هو العائد بتاعك الغير ايه محقق. زائد كمان طبعا انك هتبدا تفصح كمان عن الجزء المحصل من الاصول الماليه المحوله السنه دي قد ايه. يعني مثلا لو انا عندي المبلغ كان اصول ماليه محوله كله 4800 بالعقد 4800، حصلت السنه دي 2.5 مليون، يبقى في عندي رصيد 2 مليون و300 للسنه اللي وراها. قرض السندات هقول مثلا انا كنت عندي قرض ب 4 مليون، حصلت سددت السنه دي منه 2 مليون، فيبقى عندي رصيد غير مسدد قدره 2 مليون. العائد كان 800 ألف، حققت منه أول سنة 500 ألف، يبقى لسه عندي عائد السنة وراها غير محقق قدره 300 ألف.
زائد حتى كمان انك تعمل ايضاحات عن الحصيله بتاعت التوريد. يعني مثلا كنت تقول لي ايه ان المحصل من الاصول الماليه زي ما اتفقنا 2.5 مليون، وكمان نفترض ان انا استثمرت في الحصيله عمل لي 75,000، دفعت يبقى كان معايا 2 مليون و75,000، اسف 2.5 مليون و75,000، سددت قرض سندات ب 2 مليون، سددت فوائد سندات نفترض كانت 400,000، سددت مصاريف خاصه بالتوريق وعمولات 42,000، فبقى عندي هنا رصيد حصيله التوريق قدره تقريبا 133,000. يعني انا قصدي انه اللي هيقرا اضاحات هيعرف التفاصيل دي كلها، يعرف انت القيمه الاسميه كام، حصلت كام، فاضل كام، قرض السندات بكام، اصدرته بكام، سددت منه قد ايه، فاضل قد ايه، العدد المحقق كان كام وتحقق منه كام وفاضل كام غير محقق، زي كمان حصيله التوريد بتاعتك اخبارها ايه، اللي هو بقى تمثل التدفقات النقديه الخاصه بالتحصيل والسداد للجزء بتاع السنه ديت. انا حصلت ايه، حصلت حصيله توريد، حصلت عوائد استثمار فوائد الحصيله، سددت بقى الجزء من القرض، سددت فوائد القرض، سددت مصاريف عمولات، فيطلع لي رصيد الايه الحصيله. ده بالنسبه لعمليات الايه الافصاح. يبقى انا كده اتكلمت عن قياس وعن افصاح لعمليات التوريد في شركات توريد الديون. السؤال بقى ممكن يجي لنا ازاي؟ فممكن نقول كده، تقوم شركات توريق الديون بدور كبير في توفير الاموال اللازمه لتمويل المشروعات. ناقش العبارة السابقة موضحا أهم مشكلات القياس والإفصاح المحاسبي عن أصول المالية المحولة في شركات توريق الديون. فطبعا إجابة السؤال ده هي ملخص للمحاضرة كلها. في النهاية بشكركم جدا وأتمنى لكم التوفيق، ويا رب دايما بخير، مصرنا بخير وفي أمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.